بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. كلنا بما كنت به لأوليائك، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. بارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك مما أقمتنا فيه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأندلسي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. وما زلنا حول أوجه الحديث السابع، حديث وفد عبد القيس. والحديث عن ابن عباس بإسنادنا المتصل عن مشايخنا للإمام البخاري ومنه إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير مكان المزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. تكلم الشارح سيدنا أبي جمرة على أوجه كثيرة، ووقفنا على الوجه الرابع والثلاثون. قوله صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، فيه دليل على أن الفروع لا تترتب على الأصول إلا بعد تحققها. يعني الصلاة دي فرع الإيمان، الزكاة دي فرع الإيمان، الصيام ده فرع الإيمان. ما ينفعش الإنسان ما يبقاش مؤمن ويزكي، زكاته تبقى باطلة. ما ينفعش يصوم وهو مش مؤمن. فكل الفروع بتترتب على الأصول، والأصول وهي الإيمان والعقائد في قلب الإنسان، فلا بد أن يكون اللي هي بعد ذلك ينبني عليها النية بعد كده، عشان يكون العمل لله خالص. وعلشان كده بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم الأول بالأصل، قال لهم: إيه، أتدرون ما الإيمان بالله؟ مش كده برضو؟ فعرفهم الإيمان بالله الأول الأصل اللي هو هينبني عليه بعد كده الفروع. وعشان كده قال فيه دليل على أن الفروع لا تترتب على الأصول إلا بعد تحققها، يعني بعد تحقق الأصول، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر لهم فروع الإيمان حتى تحقق منهم به، وإن كان ما تقدم له من قرائن الحال يقتضي أنهم مؤمنون كما ذكرنا، لكن لم يقتنع بذلك حتى كان بالمشافهة والتعليم. يعني كان باين من قرينة الحال أنهم مؤمنين، جم قالوا: يا رسول الله. ما يقولش يا رسول الله إلا المؤمن بالنبي وبرسالته، يعني كانوا باينين أنهم مؤمنين،
ووصفوا مضر انهم كفار، يبقوا دليل انهم مؤمنين. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم حقيقة الايمان مشافهة منه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس والثلاثون: قد اختلف العلماء في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحج هنا. العجيب ان في الحديث ده ما فيش الحج، حتى ما كانوا الخمس من المغنم، وان تعطوا الخمس من المغنم وقاش الحب، مش كده برضو؟ فممكن الواحد يفكر طب ليه ما قال لهمش الحج؟ عشان كده العلماء قعدوا يعللوا وذهبوا في هذه المسألة الى مذاهب، ربما يكون كذا وربما يكون كذا واحتمال يكون كذا، احتمالات بقى. فمن قائل يقول انما سكت عن الحج لعلم الناس به من كثرة شهرته، وهذا ليس بالجيد، الإجابة دي مش جيدة، لأنه لا يلزم على ذلك ألا يذكر الصلاة من باب أولى، لأن لو كانت الحكاية شهرة فالصلاة أشهر من الحج، الصلاة خمس مرات في اليوم والحج مرة في العمر، فأني بقى أشهر الصلاة لأنها متكررة، يبقى حكاية أن هي اكتفى لشهرته دي مش جيدة شوي، خصوصا لأن الصلاة أشهر وصيام رمضان يتكرر كل عام طول العمر، إنما الحج مطلوب مرة في العمر، وبالتالي مش المسألة الاكتفاء بالشهرة، وهذا ليس بالجيد، لأنه يلزم على ذلك ألا يذكر الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وذلك أعظم ما يكون من الشهر، والحج إنما هو مرة في السنة، فقد لا يعرف ولا يعهد سيما أول الإسلام. ومن قائل وناس تانيين من العلماء قالوا يقول إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض بعد، وده برضو لا بأس به، ممكن نقول إن الوفد ده زاره قبل فرض الحج يبقى كلام وجيه، لكن ده يخلينا نقول هل فعلا الوفد ده جاءه بعد العام الخامس ولا قبل العام الخامس، لأن الحج فرض في العام الخامس أو السادس، المشهور السادس مش كده برضو، وفي قول انه الخامس، يبقى لازم علشان نمشي على القول ده نعرف ان الوفد ده جاء للنبي قبل العام الخامس، يبقى لنا تاريخ مثلا. ومن قائل يقول انما لم يذكره لانه لم يكن فرض بعد، وهذا لا بأس به، لكن بقي عليه شيء وهو ان هذا الوفد قد اختلف في قدومه، فقيل كان قدومه سنة خمس، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع، فعلى القول بأن قدومها سنة خمس أو سبع فهذا التوجيه صحيح، لأن الحج لم يكن فرض بعد، حكاية سبع دي قبل المناش لأنه فرض في السادس على الراجح. وعلى القول بأن قدومه كان سنة تسع فيبطل التوجيه، يبقى جم بعد فرضية الحج بذلك مرة واحدة. ويظهر لي في هذا أنه إن كان القدوم سنة خمس أو سبع فالتوجيه ما قاله هذا القائل من أن الحج لم يكن فرض بعد، زي ما قلت لك قبل المناقشة حكاية أو سبع دي، لأن الحج فرض سنة ستة كويس. وإن كان قدومه سنة تسع فالتوجيه الذي لا خفاء فيه هو أنه إنما سكت عن الحج لأن الله عز وجل لم يفرضه إلا مع الاستطاعة، وهؤلاء ليس لهم استطاعة لأن العدو قد حال بينهم وبين البيت وهم كفار مضر. لأن يشترط في الحج أمن الطريق، وهم بينهم وبين النبي كفار مضر بيحاربوهم، فلما كان شرط الحج من الاستطاعة الحج أمن الطريق، يبقى لم يفرض عليهم لعدم أمن الطريق فلم يذكر لهم الحج لهذا. كويس، ده احتمال وجيه برضه. ده علشان يسافروا وييجوا في الحج لازم يمشوا بدري، لازم يمشوا مثلا من شوال عشان يوصلوا، لانها مسافة طويلة وشوال ليس شهر حرام، خصوصا ان مضر جيرانهم يقابلوهم في الاول، ولو طلعوا في ذو القعدة ما يلحقوش، قد لا يدركوا عرفة لطول المسافة، لانهم كانوا في البحرين، وفد عبد القيس ده في البحرين، شوف اما يمشوا من البحرين ماشي بقى ايه بسرعة الابل لحد ما يوصل لمكة ياخد قد ايه، ياخد له بتاع شهرين وشوية بسرعة زمان، يبقى معناه لازم يطلع قبل الشهر الحرام اللي هو ذو القعدة. كويس،
وهؤلاء ليس لهم استطاعة لأن العدو قد حال بينهم وبين البيت وهم كفار مضر، فكيف يذكر لهم الحج وهم قد نصوا له أولا على العلة التي هي موجبة لسقوطه عنهم، فيكون تكليف ما لا يطاق، وذلك ممنوع في هذه الشريعة السمحة. ثم انظر إلى ما يؤيد هذا ويوضحه، وهو أنه لما أن ذكروا له أنهم في المضاربة مع أعدائهم، والمضاربة إذا كانت يعني إيه، لما ذكروا أن في بينهم حروب بينهم وبين مضر، يعني معناها غالب ومغلوب، يعني معناها بياخدوا غنائم، لما بيغلبوا ياخدوا غنائم، عشان كده قال لهم أن تعطوا الخمس من المغنم، لأن ده حيفيد متعبدين به، لأن أنت عارف أن خمس المغنم لله ورسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده برضه؟ والأربع تخمس للجند، الأربع تخمس يروحوا للجند، اللي راكب ياخد سهمين للفرس وسهم له، واللي بيقاتل بغير فرس يعني مشاه ياخد سهم واحد، واضح؟ دي طريقة التقسيم يعني. وهو أنه لما أن ذكروا له أنهم في المضاربة مع أعدائهم، والمضاربة إذا كانت فللغالب الغنيمة، فأضرب لهم عن ما لا يجب عليهم وهو الحج لأجل العذر الذي ذكروا له، ونص لهم على الخمس الذي لم ينص لغيرهم عليه لأجل علمه بأنهم محتاجون إلى ذلك، لأجل أن الغنيمة في ضمن القتال كما تقدم. وفي وجه سنح لي أنا في هذا الحديث، ليه ضرب عن الحج صلى الله عليه وسلم، بالرغم ان هم بيقولوا في شهر رجب، وشهر رجب يقدروا يقولوا ويرجعوا في شهر واحد، يبقى ممكن لو انطلقوا في شهر ذو القعدة يلحقوا ويرجعوا في شهر واحد، يعني يلحقوا الحج، يبقى برضو حكاية طول المسافة دي قبل للمناقشة، خصوصا ان ذو القعدة من اشهر الحرم، برضو مش هيقتلوهم فيه، وكونهم جم للنبي في شهر رجب دليل ان عاملين حسابهم يوصلوا للنبي ويرجعوا في شهر واحد، يعني كأنه بيقولوا في 15 يوم ويرجعوا في 15 يوم، يبقى حكاية ان طول المسافة دي بعيدة شوية. لكن يعني انا سنح لي معنى ان النبي لم يذكر لهم الحج لانه فرض على التراخي، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه لا يبقى دينان في جزيرة العرب، فلما يأمن الطريق يتعلم بعد ذلك فرضية الحج، لأنه فرض على التراخي، ولذا أجله حتى يعلموه مع أمن الطريق عندما لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لأن لو أعلمهم ذلك الآن كانوا برضو حيتراخوا في فعله حتى يأمنوا الطريق تماما. والله تعالى أعلى وأعلم. الوجه السادس والثلاثون، في هذا دليل على أن يخبر كل إنسان بما هو واجب عليه في وقته ولا يلزم غير ذلك، يسموه واجب الوقت. يعني لو إنسان بيشتغل في التجارة يبقى واجب الوقت له أن يتعلم ما هي أنواع البيوع الصحيحة، وما هي أنواع البيوع الفاسدة، وكيف يتم العقد البيع بصورة صحيحة، وما هي أنواع الربا وكيف يتجنبها، يبقى ده واجبه الوقت، بخلاف واحد مش هيشتغل في التجارة مش واجب عليه يتعلم الحاجات دي، واحد تاني بيشتغل في الزراعة واجب عليه يتعلم زكاة الزروع، واحد تاني بيشتغل في تربية الحيوانات ورعي الحيوانات واجب عليه يتعلم زكاة الحيوان، واحد تاني ناوي يدخل في زواج واجب عليه يتعلم فقه الزواج، كيف يتزوج على طريقة صحيحة، ايه هي اركان عقد الزواج، ايه هي الواجبات المطلوبة منه، مراته بقت حامل واجب عليه يتعلم ايه واجباته نحو اولاده، يربيهم ازاي، حينفق عليهم ازاي، بدا واجب الوقت. ناوي يطلق يتعلم امتى يطلق وازاي يطلق، لان الطلاق برضو عبادة وله فقه، يعني ما ينفعش يطلق زوجته في طهر مسها فيه يأثم، يبقى لازم اما يجي يطلق يتعلم احكام الطلاق، وايه اللي هينبني على الطلاق، ان هينبني عليها لازم تاخد المؤخر، وان ينبني عليه انه هينفق على اولاده، ويبقى مرتب هيعيشهم فين وهيرتب لهم حياتهم ازاي، يبقى الحكايه ما تبقاش كده بعصبيه، يتطلق بعصبيه، لا، الاسلام ما قالكش تطلق بعصبيه، تطلق بالراحه، تفكر مره واثنين قبل كده علشان ما تندمش، وعشان ما تروحش بعد كده للمفتي
وتقعد تعيط بين ايديه وتقول له انا كنت اصلي مش دريان بنفسي، انا كنت غضبان، وانت اصلا بتضحك على نفسك، انت لا كنت غضبان ولا حاجه، انت كنت قاصدها، وبعدين لما لقيت الحكايه هتقلب بنكد رايح تضحك على الشيخ، فبتضحك على نفسك. لكن الطلاق لازم الواحد اما يتعلم، يتعلم ازاي يطلق زي ما يتعلم ازاي يتجوز، وهيجي برضه يتعلم حياه، يعني عايش في حياه طلب العلم، يعرف ايه النوايا في طلب العلم. دلوقتي الناس بتطلب العلم من اجل تحصيل الدنيا، يقول لك انا هطلب العلم علشان وظيفه ميري، وعلشان يبقى عندي منصب، وعشان يبقى عندي جاه وعندي اموال. اهي دي نيه فاسده. طلب العلم لرضا الله، لازم يكون نيه طلب العلم للوصول الى الله وليس الوصول الى الدنيا، والا ما يبقاش علم. لأن العلم الحقيقي هو الذي يوصل إلى الله، وكل ما حجبك عن الله فهو حاجب ضار. فعلشان كده اللي بيطلب العلم لازم يعمله لله، يطلبه لله مش يطلبه عشان تحصيل الأرزاق. يبقى لازم يتعلم النية ويوجهها باستمرار، وكل ما تخرم منه يرجع تاني يصلحها، كل ما تخرم يصلحها. عايز أموال، يبقى ما تروحش في طلب العلم، روح السوق تاجر، اتعلم مهنة لو انت عايز مال بقى. انما تقول لي هروح احفظ القرآن واروح لازر والبس العمة عشان احصل دنيا، ما ينفعش ما ينفعش. الانبياء جاءوا يعلموا الناس الخير وكانوا لا يتوارثون، لا يتركوا مالا يورث، يعني كأن ربنا فطمهم عن الدنيا. حتى لو جاءتهم الدنيا يتصدقوا بها، وحتى لو ماتوا الدنيا في ايديهم ولادهم ما يورثوهاش كمان. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. يبقى جاءوا إيه؟ لله، العمل يكون خالص لله. وعلشان كده كل وقت له الواجب بتاعه. يبقى مطلوب على الإنسان أن يتعلم واجب وقته، يتعلم إيه؟ واجب وقته. أنا الوقت شاب ومش عارف أتجوز، إمكانياتي ضعيفة وما عنديش وظيفة، وفي نفس الوقت نفسي تتوق الى النساء، فممكن اقع في الحرام، ونحن في زمن فتنة. اتعلم ايه واجب وقتي؟ غض البصر، الاكثار من الصوم، ان اشغل نفسي في طاعة الله، ان ارتبط بجماعة طيبة مسلمة صالحة، اتبع سبيل من اناب اليه، علشان اشغل نفسي. ونفسك يعني ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى عليه بكثرة الصوم، عليه بغض البصر، عليه أن يلتزم جماعة صالحة طيبة تعينه على طاعة الله، وأن ينهمك فيما أقامه الله من عمل حتى يحقق الله له ما يتيسر ويتزوج. يبقى واجب وقته في الفترة دي كده. يجي يقول لك يعني هقطع نفسي بقى ويمشي على حل شعره، ما ينفعش. أو يتجوز واحدة زواج عرفي من وراء أهلها، وزي ما بيعملوا دلوقتي، ويقول لك أنا هعمل إيه، ما أنا في زمن فتنة، ما أنا ما عنديش إمكانيات. يقوم يضحك على بنت بورقة صغيرة ويعمل نفسه انه اتجوزها، بالشغل اللي بيعكوه دلوقتي في الجامعات وفي الحتة دي كلها، بسبب الجهل باحكام الشرع وباحكام الوقت، ان كل وقت له عبادته. كويس؟ علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم عبادة الوقت. هم الوقت الحج فرض على التراخي، ما جاب لهمش سرك، لكن بيحاربوا كفار بيكسبوا منهم، فقال لهم تعطوا الخمس من المغنم، عبادة الوقت دلوقتي كده، وتقيموا الصلاة. يبقى بيعلمهم المطلوب منهم الآن، فكل واحد يتعلم. ربنا سبحانه وتعالى ما يستر لكش الحج، ومش ناوي تحج السنة دي، مش مطلوب تقعد تذاكر فقه الحج الوقت. قدمت على الحج والحمد لله ظهرت النتيجة وطلعت في القرعة، يبقى واجب عليك في الشهر ده ولا الشهرين دول تتعلم أحكام الحج. إزاي أما أروح أحج أعمل إيه، وإيه أحكام الإحرام، وإيه الطواف، واعمل ايه في الطواف وفي السعي والهدي وفي وقوف عرفه ورمي الجمرات والاحكام المختلفه. اتعلمها بقى، لان انا خلاص كلها شهر واثنين وهقطع التذكره واسافر. يبقى عباده الوقت الان اني اتعلم احكام الحج. واضح؟ يبقى كل وقت، حتى الناس العوام يقول لك ايه كل وقت وليه اذان. يعني ما ينفعش مع اذان الظهر انشغل بايه؟ بصلاه المغرب. ما ينفعش، المغرب لسه بدري. واخد بالك؟ يبقى وقت اذان الظهر انشغل بصلاه الظهر، وقت اذان العصر انشغل بصلاه العصر. ادي معنى كل وقت له عبادته. واضح؟ ادي معنى الكلام. في هذا دليل على ان يخبر كل انسان بما هو واجب عليه في وقته،
ولا يلزم غير ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر لهم ما هو الواجب عليهم في وقتهم وترك ما عداه وإن كان يلزمهم بعد ذلك. ولأجل هذا قال بعض العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم، قالوا المراد به تعلم ما هو واجب عليه في وقته. يبقى إيه يعني معنى كل واجب؟ أنا الوقت أذن الأذان، يبقى مطلوب أن أنا أقوم أتوضأ. أنا عارف أحكام الوضوء ولا مش عارف؟ مش عارف، يبقى لازم أروح أطلب أتوضأ إزاي. فهمتني إزاي؟ بدأت الصلاة، أنا عارف أحكام الصلاة، أركانها إيه؟ إيه أركان الصلاة؟ إيه هيئات الصلاة؟ إيه سنن الصلاة؟ ولو نسيت في الصلاة إمتى أسجد للسهو؟ يبقى لازم أتعلم الحاجات دي، لأن دي عبادة متكررة مطلوبة مني في كل لحظة. واخد بالك؟ الحمد لله ربنا أكرمني وابتديت أشتغل وأكسب وبقيت أحوش فلوس، فابتديت بقيت من أهل الزكاة، عايز أطلع الزكاة، ابتدي أتعلم أحكام الزكاة، أطلع قد إيه من مالي وأصرفه لمين وأنفقه إزاي وأحسبه بأي طريقة. بقى عندي تجارة، أتعلم زكاة الإيه عروض التجارة إزاي أطلع الزكاة، وهكذا. يبقى كل وقت وله عبادة مستقلة أتعلمها. الوجه 37، لقائل أن يقول قد قال أولا فأمرهم بأربع ثم أتى في التفسير بخمس. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، لما تيجي تحسب تلاقي إداهم خمسة. فهمتني إزاي؟ طب إزاي بقى وهو قال لهم أمركم بأربع وبعدين تيجي تعدهم تلاقيهم خمسة؟ فدي مسألة عايز يحلها الشيخ. لقائل أن يقول قد قال أولا فأمرهم بأربع ثم أتى في التفسير بخمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمس. والجواب أنهم إنما سألوا عن الأعمال الموجبة لدخول الجنة، فأمرهم عليه السلام أولا بالأصل الذي تترتب عليه الأعمال وهو الإيمان، وده مش محسوب من الأربعة، يبقى الأربعة بعد الأصل، لأنهم سألوا عن الأعمال فالنبي ذكر لهم الأصل ثم ذكر لهم الأربع أعمال. وعشان كده ما تحسبش بقى الإيمان بالله شهادة الله ده منهم، لا، ده أصل ينبني عليه الأربعة اللي أمرهم به وهو الإيمان. ثم أجابهم بعد ذلك بالأربع. فإن قال قائل نعد الإيمان من الأربع ونجعل الآخر زائدا على الأربع، في واحد تاني قالك ما نحط الإيمان لأنه من أعمال القلوب نحسبه واحد ونخلي إعطاء الخمس ده حاجة زيادة كأنه أضافه على الأربع. قيل له ليس الأمر كذلك، لأنه قد علم أنهم مؤمنون بالأدلة التي تقدمت في الحديث على ما بيناه. يبقى هو ما أمرهمش بالإيمان، ده هو عرفهم حقيقة الإيمان لأنهم جايين مؤمنين أصلا وأمرهم بالأعمال. لكن احتاج إلى ذكر الإيمان هنا للمعنى الذي قدمناه، وهو ألا يكون فرع إلا عن أصل متحقق، فذكره ليقعد هذه القاعدة الشرعية. وفيه أيضا معنى ثان، وهو أنه لو كان الزائد الخامس لأبداه الراوي فقال وزادهم على ذلك، لأنه قد تحرى فيما هو أقل من هذا في أول الحديث حيث قال من الوفد أو من القوم، يعني تحرى حتى في لفظة ما تفرقش في المعنى. فلو كان التحري الدقيق ده ونقول إن الخمس ده زيادة كان الراوي يقول وزادهم إعطاء الخمس، لكن لما لم يقل دل على أن الخمس من الأربع. فكيف به في هذا وعادة الصحابة أبدا التحري الكلي والضبط الكلي في نقلهم؟ فلما كان الأمر ظاهرا كما ذكرنا لم يحتاج إلى بيان ولا إلى عذر. الوجه 38، فيه دليل على أن تارك هذه الأفعال المذكورة لا يدخل الجنة، لأنهم قالوا إيه تأمرنا بعمل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يبقى معنى أن الأعمال دي اللي ما يعملهاش يدخل النار، واضح بدليل المخالفة على طول. يبقى اللي مش هيصلي يدخل النار، اللي مش هيأدي زكاته يدخل النار، اللي مش هيصوم رمضان يدخل النار، وهكذا. الذي لا يعطي الخمس من المغنم يدخل النار لأنه غلول، مش كده برضو؟ والغلول من الكبائر وهو الخيانة في الغنيمة.
الوجه 38 فيه دليل على أن تارك هذه الأفعال المذكورة لا يدخل الجنة وإن كان مقرا بها، لأنهم سألوا عن الأعمال التي بها يدخلون الجنة فنص لهم عليه الصلاة والسلام على هذه الأعمال بعدما قرر لهم الإيمان كما تقدم. فالحاصل من هذا أنهم إن لم يعملوا ما نص لهم عليه لم يدخلوا الجنة، وإذا لم يدخلوا الجنة هيبتوا في الشارع بقى ولا يدخلوا النار؟ ما أصل ما فيش إلا جنة أو نار، ما فيش حاجة تانية، ولا هيبتوا في الشارع؟ ما فيش شارع أصلا، هي يا جنة يا نار، مش هيدخل الجنة يبقى هيروح فين؟ ما فيش عنوان تاني، مش كده برضو؟ وإذا لم يدخلوا الجنة دخلوا النار، لأنه ليس هناك إلا الدارين. وبهذا يحتج من يقول بأن التارك لها مع إقراره بها يقتل كفرا، وهو القليل، لأن في قلة من الفقهاء قالوا أن تارك الصلاة ولو تكاسلا يقتل كفرا لأنه يبقى كافر زي الإمام أحمد. لكن الشافعية عندهم بعد استتابته إن لم يصلي يقتل حدا. والفرق بين القتل كفرا والقتل حدا إن الذي يقتل كفرا لا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما الذي يقتل حدا يورث، يعني ناخد مال ونورثه لأولاده وبعدين نكفنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. فرق كبير بين من يقتل حدا ومن يقتل كفرا. اللي يقتل كفرا يبقى ده كافر ملناش دعوه بيه، واحنا عارفين ان من موانع الارث الكفر اختلاف المله، يبقى كمان ولاده ما يورثوش، مش كده برضه؟ موانع الارث ثلاثه: اختلاف الديانه اول حاجه، تاني حاجه القتل، تالت حاجه الرق. موانع الارث ثلاثه، ثلاث حاجات تمنع الارث: اختلاف الديانه او القتل، يعني لو واحد قتل ابنه ما يورث ابنه، ولو الابن قتل ابيه ما يورث ابوه، ولو الست ذبحت جوزها ما تورث جوزها زي ما بنقرا في الجرايد، ما تورث لانها ذبحته. طب لو حرقته برضه لانها قتلته. طب لو سمته، لو المهم موتته، المهم موتته باي طريقه، كويس. لكن لو مات كمدا وغيظا ترثه، لأن ما فيش ما يثبت أنه مات مكتوما مغتاظا. يعني تبقى كادته ونحرته وورثته، واخد بالك؟ بس لكن إيه، لو عملت أي فعل آخر كانت متسببة في القتل مباشرة يبقى في الحالة دي لا ترثه. والرق، لو واحد عبد وأبوه مات ما يورثوش لأنه رقيق، لأن الرقيق لا ذمة مالية له منفصلة، فإن ورث أبيه يقول المال إلى سيده، مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى الرق يمنع الإرث. يبقى الرق واختلاف الديانة والقتل ثلاث حاجات تمنع الإرث، وأسباب الإرث ثلاثة برضو. إيه اللي يخلينا أورث؟ إما هناك قرابة أو نكاح أو ولاء، ولاء عتق، ثلاث حاجات تخلينا أورث: إما القرابة أورث أبويا أورث ابني أورث أخويا في حالة لما يبقوش لأولاد، المهم يبقى في قرابة، يبقى القرابة اللي هو النسب، يبقى النسب. وتاني حاجة النكاح، لأن الزوج يورث زوجته والزوجة تورث زوجها بسبب النكاح، مش كده برضو؟ طيب وتالت حاجة ولاء العتق، لو أنا أعتقت عبد يبقى بيني وبينه حاجة اسمها ولاء، ولاء عتق. العبد ده لو كان رجل أعمال وعنده أموال كثيرة وملوش حد يورثه ومات، أنا ورثه لأن أنا وليه. طب ولو أنا اللي أعتقته عندي أموال ومت وماليش حد يورثني، هو يورثني، واخد بالك؟ يبقى هنا عندنا أسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة، سهلة الحكاية. يبقى في علماء قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا يقتل كفرا، دول قلة، وعلماء تانيين الكثرة قالوا لا، بعد استتابته إن استمر على تركها تكاسلا يقتل برضه بس حدا. والفرق بين الحد والكفر ما قلنا، والجماعة على أنه يقتل حدا لا كفرا، وهو في المشيئة. يقتل حدا يعني بسبب حد معصية كبيرة، عمل معصية كبيرة وقتلناه، زي ما نقتل كده السيب الزاني، وزي ما نقتل قاتل النفس، واخد بالك؟ كل دول بيقتلوا،
لكن بيدفنوا في مقابر المسلمين ويصلى عليهم، وبعدين نقول هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وما نعرفش بعد كده يمكن ربنا بإيه بصبره على القتل ده يغفر له تركه للصلاة اللي هو مات بسبب، محتمل، ومحتمل ربنا يحاسبه، يحاسبه قد إيه، ويحاسبه حساب شديد ولا حساب عسير ولا حساب متوسط، ما نعرفش بقى. ده في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه كيف شاء. كويس، أدي معنى في المشيئة. وإذا عذبه فالتخليد ليس هنا، ليس هناك، ولو عذبه مش هيخلد لأنه ميت على الإيمان، مش كده برضو؟ يبقى هيتعذب بقى حتى لو فرض جدلا أن الله عذبه، إلا أن ربنا يعذبه عذاب تطهير ثم يخرج من النار بعد ذلك إلى الجنة، لأن لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر. واضح؟ لاعتقاده الإيمان. الوجه 39 في هذا دليل على أنه يبدأ أولا بالفرائض، ويبدأ من الفرائض بالأوكد. فالأوكد لما واحد يقول لك علمني الدين، تقول له ربي دقنك يا عم، قول له صلي الأول، ده وقته. لكن العيال اللي مش جاهلة، واحد لسه عايز يتعلم الدين، تقول له تربي دقنك وتأثر الثوب بتاعك وتلبس ثوب أبيض وتجيب سواك يا عم، اتقي الله، كل اللي بتعلموه له دي كلها سنن. تربية الدقن سنة، في وجه من الوجوه عندنا في الشافعية انها سنة، وجه تاني انها واجب، يعني مختلف في وجوبها. طب ما تكلموا الحاجة المتفق على وجوبها، قل له صلي الصلوات الخمس، قل له صوم رمضان، قل له لا تكذب، قل له بر والديك، قل له احرص على الطعام الحلال، قل له اكثر من ذكر الله، لا تغش المسلمين. هي دي الحاجات الاساسيات الاول، وبعد كده بقى لما هو يعرف الحاجات دي حبه حبه، حب يلبس ثوب ابيض، يلبس ثوب دبلان مخطط، هو حر بقى، ما تفرقش الحكايه. ما هو النبي لبس كل ثياب عصره، لبس الجبه الشاميه والجبه الروميه والجبه الحجازيه واليمانيه والقطريه، يعني لبس كل ثياب اهل عصره صلى الله عليه وسلم. اللبس ده مش مشكله كبيره، واخد بالك؟ فلو الواحد يعرف، نعرف، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى يعلمهم، علمهم الأوكد فالأوكد فالأوكد، الحاجات الأهم المهمة هو ده اللي تعلمه فيه. لا تروح، أنا رحت أوغندا سنة 86، لقيت ناس كتير هناك في أوغندا مش عايزين يسلموا مع أنهم مقتنعين بالإسلام. ليه يا عم مش عايز تسلم؟ يقول أصل مفتي أوغندا قال لنا لو ما عملتش عملية الختان لا يصح إسلامك، فما ردوش يدخلوا في الإسلام. قلت له يا سيدي اسلم يا سيدي، مش مهم حته جلده هتمنعك يعني من الدخول في الاسلام، اسلم. الختان ده حتى لو قلنا انه واجب فهو ليس من اصول الدين. الدين الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج. في اختن تصور انت مفتي اوغندا يقول لهم كده، لدرجه ان انا ختنت، انا بقى جراح طبعا، رحت وقفتهم طابور واديتهم معاش، وجبتهم تاني يوم، جبت لهم دكتور تخدير وختنتهم وفاهم البنج اسلموا. والله ده اللي حصل، اسلموا على ايدي بسبب الجراحه. لكن سوء فهم، سوء فهم كبير انك انت تصد الناس عن دين الله على حاجات مش اصول. ايه الختان اللي تخليه ده يمنع الناس عن تدخل الاسلام؟ شوف ان مش فاهمين الدين كويس. لازم نفهم الدين كويس، لما نقرا احاديث النبي نعرف الاولويات المهمه. ايه هي الاولويات اللي ندعو فيها الناس الى دين الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، تعرف تقول له إيه هو كلام الله؟ وإلا هتبقى أنت بتصد عن سبيل الله، حرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الفرائض الأول، الأوكد فالأوكد، لأن الفرائض كثيرة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد فضل هذه على غيرها، وما فضل على الغير فالمحافظة عليه آكد، مع أن المحافظة على الكل واجبة. الوجه 40 فيه دليل على فضل العلم على غيره من الأعمال، لأنه لا يعلم هذا وأمثاله إلا بالعلم، وعدم العلم به سبب لوقوع الخلل فيه، وإذا وقع الخلل فيه أو ترك وقع الحرمان من دخول الجنة والهلاك، نعوذ بالله من ذلك. يبقى لازم الواحد يتعلم، يتعلم، لأنه ممكن الواحد يبقى مش عارف مثلا ان في فرائض الصلاة لازم قبل ما يصلي لازم يبقى وضوءه صحيح، وعشان يبقى وضوءه صحيح لازم يبقى ثوبه طاهر، طاهر من ايه؟ من النجاسات. يبقى عارف ايه انواع النجاسات عشان يعرف ثوبه طاهر منها ولا لا. ايه هي النجاسات يا ابني؟ لازم يبقى عارفها.
طيب وكيف تتوضأ؟ كتير من الناس تتوضأ وتيجي تبص على المرفق بتاعه تلاقي ما طالوش مية، يبقى ده وضوءه باطل. لو صلى كده 20 سنة صلاته بطلة. وفي ناس كتير تبص على رجله بعد ما غسلها تلاقي على عقبه ما طالوش مية، تلاقي بقعة كده ناشفة باينة انها ناشفة. او ده لو صلى بطريقة الوضوء ده 100 سنة صلاته بطلة. يبقى لازم يتعلم كيف يصبغ الوضوء وكيف يتجنب النجاسات وكيف يتحرى دخول وقت الصلاة وكيف يعرف وقت الصلاة دخل ولا ما دخلش حتى لو معهوش ساعة، علشان يعرف امتى يصلي وامتى ما يصليش. كل دي اساسيات واجبة في حق كل مسلم يتعلمها. وبعدين اما يجي يخش بقى في الصلاة يتعلم ايه هي اركان الصلاة التي يجب ان يصلي بها. ومن اركان الصلاة قراءة الفاتحة. هل بيحسن قراءة الفاتحة ولا لا؟ انا كتير من الناس اجي اقول له اقرا لي الفاتحة لاقيه يقول لي اياك نعبد واياك نستعين. اهي دي بطلة على مذهب الشافعية القراءة دي، اياك كده من غير شدة، لان الاياك هو الضوء، انما اياك دي غير اياك، اياك اللي هو الضوء، الاياك هو الضوء. لما اقول اياك نعبد يعني ضوءا نعبد، واياك نستعين يعني ضوءا نستعين، تغير المعنى خالص. لكن هي اياك نعبد واياك، شدتين اتك عليهم لان المعنى يتغير، ونصوا على ان الفتحة فيها 13 شدة واجب. يبقى لازم اعرف الشدات الواجبة في الفتحة، اجي ما اقولش والضالين، اقول الضالين، عشان في عد شدة الضالين وشدة الضاد وشدة اللام وفي المد بينهم. يبقى لازم اتعلم قراءة الفاتحة لانها ركن من اركان الصلاة. يعني قبل ما اروح اصلي اقعد على الشيخ في الجامع اقول له يا عم الشيخ صحح لي قراءة الفاتحة، يقوم يقول لك اقعد يا ابني اقرأ قدامي سمعني، يسمع منك يصححها لك تقوم تصلي عشان تبقى صلاتك صحيحة. وهكذا يبقى واجب الوقت ان الانسان يتعلم كيف يصلح عبادته ويحافظ عليها، لانها هتتكرر منه كثيرا بعد كده طول عمره، يمشي عليها طول عمره. وعدم العلم به سبب لوقوع الخلل. الوجه 41 فيه دليل على ان فضل العلوم، على ان افضل العلوم علم الكتاب والسنة، لأنه لا يعرف هذا وأمثاله إلا من الكتاب والسنة، وهو المقطوع به والمخلص أو والمخلص أو المخلص، تنفع الاثنين. الوجه 42 قوله ونهاهم عن 4: الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. نقرأ غدا إن شاء الله هذا الوجه إلى آخر الحديث بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.